الدوزيمس على الراس بهذا المشكل ديال المهتاوي. تحية الإخوة اللي ضمنوا معها. تصبح شفت واحد الفيديو ديال مول الكاسكيطة كيهضر على السلم ديالو أقل ما يمكن. حنا البسطاء كنضمنوا مع الناس للرجال، وهو دابا عنده واحد الربعة ولا خمسة الناس كيطبلوا له كيقول لك ما المهداوي غلط. باش غلط المهداوي؟ باش غلط المهداوي؟ رجل ديال الشعب كون راسو بيدو، حاربتو كديروا له جميع الطرق باش تخنقوه. انسان اللي رغم انه مشى 3 سنين بقى صامت الحبس، شكون اللي كيعرف الحبس؟ هو اللي مدوزو، اللي مدوز السجن هو اللي كيعرف الحبس. 3 سنين واحد اخر في بلاصتو يخرج يولي واحد اخر صافي يتهرس. الرجوله والشهامه والعفه والاصل والمعدن الطيب. فالاخوان لان كاين معارض وكاين معاه وكان كيقول لك لا نناقشوا هذا الموضوع، هذا هو الموضوع اللي عندنا، هو نناقشوا الشر مع الخير، هذاك خير وهذاك شر. الخير هو المهداوي والشر هو كما قال السي بوكاسكيطه. وحنا ما غاديين هذه الكلمه ديال الاصلع ما فيهاش شي حاجه ديال الاهانه. الاصلع هو الاصلع من القيم، الاصلع من المبادئ، الاصلع من جميع المسائل اللي فيها الرجوله. اللي قال لي ما كيوقفش مع ولادش اي موضوع كان فيه الدفاع على المواطن كيكون فيه المهداوي. عنده قناه يوتيوب، حتى داك الجريده ديال الموقع ما ماشيهاش قناه يوتيوب، الحمد لله طلعها وكيوصل الصوت ديالو وعنده متابعين ديالو وعنده في كاين المشكل. المهداوي حنا انا غير كنتنشوى عليك. اولا الثقه بعدا نتا السي الرمداني بعدا المغاربه كلهم كيعرفوك شكون انت، صافي طبالو داك الطباله غيقضيو بيك وغيلوحوك. الطباله حتى الدور ديالهم كيدوزو واحد المرحله وكيسيبوهم مع الزمن، بحال الاحزاب، بحال النقابات، بحال الاحزاب، البعض بحال بعض الاحزاب دابا اللي كيجيبوها كيلوح الطر، كتبقى لوح الطر الزبل، ما عندها قيم، ما عندهم مبادئ. فكان اليوم ضروري باش نقولوا للسي المهداوي انك في الطريق، راك غادي في الطريق الصحيح، وراك الحمد لله كتمثل الشعب الفقير والشعب المهمش والشعب اللي مكوي بالآثار وبالظلم ديال هاد الحكومة ديال عزيز أخنوش وديال المكونات ديال الحكومة. شوف غير شكون دابا من الناس اللي بقى كينتقد الحكومة وكينتقد أخنوش وكينتقد هاد المكونات الأحزاب المشكلة من غير هاد المهداوي. المهداوي رجل ونعم الرجال. المهداوي يساوي الخير، يساوي الرجولة والأنافة. الرمداني يساوي الدناءة، يساوي قلة الحياة، يساوي البيع والشراء. الاسلوب ديال داك ما نقولكش ديال داك السلاقط، اسلوبك دنيء. ف وكنقول للسي المهداوي صافي حبس، ما تعاودش تجاوب هذا الكائن هذا لانك كبرتيه وعطيتيه اكثر من يستحق. خلينا حنا نجاوبو. انت خيط مع المشاكل ومع كطرح القضايا اللي كتهم الشعب، خلينا حنا نجاوبوا هاد السيد. حنا نقابلوه، غير هو حنا نقابلوا هاد السيد. وحنا كنقولوا لهاد الدوزيم الاذاعه اللي مستقطبه ودايره له برنامج الا متستحيو فافعلوا ما تشاؤون. يكفي هاد المهزله اللي درتو لنا، هاد العابات في هاد رمضان والاهانه للمعلم، وزايدين دابا دايرين واحد معاكم تما في الاذاعه لا مستوى له، لا اجازه له. ما حقو يقول لك عندك الاجازه؟ القانون الجديد خصك اجازه. اذا الماضي ما تعاودناش على الاطلال وتعاود لنا داك الدياس تمكلتو، هضرنا على شنو عندك اليوم. اليوم نقول للسي المهداوي شكرا لانك فرشتي واحد الشخص اللي كان يظن انه محصن، كان يظن انه راه زعما خدام وراه زعما طبال صحيح وراه. دابا ملي غتولي بيريبي والله عليك العقله. وكنقول للسي المهداوي لواش المباركة واحد الرسالة، الله يجزيك بخير، ما تعاودش تجاوب هاد كيقول له قال له بوكاسكيطة هاد الأصلع، أصلع من القيم والأصلع من المبادئ والأصلع من الرجولة. أنا ما كنقصدش بالأصلع أنني نهيلك، ولكن كان أصلع أنك ما عندكش القيم والمبادئ والرجولة والشهامة.
الشعب المغربي راه كيعرف دابا شكون الراجل وشكون الشماته. تجي تقارن لي ما بين الرمداني وما بين المهداوي، علاش من علاقه بيناتهم؟ واحد يدوز 3 سنين ديال الحبس على 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 كلمه حق، على فمو، على والحمد لله رجع اكثر واحسن ولا الحمد لله فواحد القوه كبيره. تظهر لي نتايا كتطبل في هذاك الاذاعه وفي هذاك الاذاعه ديالك وغا الاساسيه مؤخرا جيتي ضدهم، انت ضد الاساسيه، ضد المقاطعه، ضد الشعب، ضد انت مع من؟ انت مع الرابحه، كتقلب على مصلحتك انت وهذاك الربعه اللي دايره بك. وشت واحد هذاك مدير الجريده ديال واقيل الاحداث شكون هو كيدير التدوينات وكيكتب على المهداوي، اكنت حشم اصاحبي، كنت حشم. حتى هاد الاكثريه الاغلبيه لهاد سميه الصحف الورقيه حتى هي ولات بيريمي تبلات بالماء القادر. سيرو صاحبي سيرو تمشي لهاد البلاد كنصحيو، لان عندنا شخص اللي كان اللي كنحشموه كان اللي كنقدروه كنحشموه منه اللي هو هاد ملك البلاد الله ينصرو والله يجعل سيدي ربي يشافيه خرج امره بخير ويعاونوا ويعينوا على هاد. نعتبركم نتوما ما فهمناش فين غنش من خاله غنحشيوكم. المهم غادي نطولش عليكم، كان ضروري باش نديروا هاد الفيديو كمواطن عادي انني نتضامن مع اخ المهداوي ونقول للاخوان لا مجال من المقارنه ما بين الشر وبين الخير وبين الرجوله وبين الدناءه وبين الانافه وكل حاجه اللي زوينه وجميله وكل حاجه اللي بيريمي. والله يجازيك بخير السي المهداوي، حبس لا تعاودش تجاوبو، خلي المغاربه يجاوبوه والفيديوهات ديالك اللي كيجاوبوه وتدوينات. نتا دابا خيط لنا غير مع المشاكل وفرش لنا هاد السياسيين وفرش لنا هاد مول المازوط وهاد الحلفاء ديالو اللي ساكتين وفرش لنا هاد هاد النقابات اللي تباعو وفرش لنا نتا فرش لنا غير النقابيين والسياسيين وهاد الحكومه. هذا هو الدور ديالك، هذا هو التأطير. لان الاخوان علاش كيحاربوا هاد المداوي؟ ملي كدير فيديو راه في شكل تأطير، كتأطر الناس، كتفهم في الانتخابات الجايه ما غادي تشريوش الناس 200 درهم في الانتخابات الجايه واخا تجيبوا البواطو ديال الفلوس ما الانتخابات الجايه ما عندكمش كديروا تبنطخوا. الشعب كيوعى وكيلتف وراء سيدنا الله ينصرو وراء الشرفاء ديال هاد البلاد، الناس اللي مع سيدنا واللي دايرين به وكيخدموا رجالة الدوله والوزارات ديال السياده. اما هاد خش بيش وهاد الوزارات الوزارات اللي كاينين وهاد الحكومه وهاد تخيش بيشا. السؤال اللي كنطرحوه دابا واللي علاش المازوط طايح وليسانس في جميع البلدان؟ لان البرميل ديال الغاز طايح وفي المغرب ما طايحش. كتشفروا المغاربه وكتسرقوهم بالعلالي وكلشي كيشوف. اخنوش على اخر ما سمعت دابا انه دابا ما محكمش غير في الغاز، في الغاز والغازوال والمازوط وحتى الغاز. الغاز افريقيا راه كتملك اكبر حصه اللي البوطه اللي كان اللي دابا كنطيبوا بها راه اخنوش حاش يصبعوا فيها. فملي كنصيبوا حنا المهداوي كيهضرنا على اخنوش كيجي هذا الاصلع من القيم والمبادئ كيقول له اش كدير المهداوي؟ اسير شل الفمك يا الاصلع من المبادئ والاصلع من القيم، وخلي عليك الشرفاء اللي كيهضروا على هاد البلاد، وخلي عليك الناس اللي اللي داف الراجل مدوز 3 سنوات على المواطن. وهذاك راه شرف ووسام عندما تسجن على كلمة حق، ماشي كانت سجنتي على النصب ولا احتيال ولا الزور ولا الاختلاس ولا تشفار، لا، هذاك تسجن على كلمة حق وطني وملكي. ورغم ما داز عليه خرج ما كينافقش، هذاك هو الوطني الملكي الحقيقي وانتم المزورون بحال هذا الاصلع من اللي دابا كان الاصلع من المبادئ والاصلع من القيم. سير تمشي تشوف ما دير، اتفرشتي وتعرات العوره ديالك وهالدوزي نتايا اللي كتستقطبك وكديرك ما بقتها هي زيدوها عليك. سيرو سيروا هاد البلاد كتحاولوا تكرهونا فيها ولكن نتوما كديروا هادشي وحنا كتزاد لنا الوطنيه والحب لهاد البلد وما غنكرهوش
واخا يدوز علينا اللي داز، واخا ما عندناش حتى مشكل، حنا معاكم. والدور ديالنا اننا نساندوا هذا الراجل، هذا الشريف السي المهداوي، وتحيه احترام وتقدير لك والاسره ديالك والناس كاملين اللي كيشجعوك وكيدعموك وكيتضامنوا معك. وذوك ذاك أربعة ولا خمسة الناس اللي كيلعبوا الكارطة ولاعبين ضد بيناتهم وكي كيش كي مع الآخر مع ذاك الأصلع من القيم والمبادئ، أنا كنقول لك هذه الكلمة ولا أقصد بها الإهانة ولا أقصد بها السب والشتم، أنت أصلع من المبادئ والقيم والرجولة والشهامة. تحياتي، كان معكم محمد أعرابي مدينة فاس، وعواشر مباركة الأخ العزيز السي المهداوي والأسرة ديالو والكل اللي كيحب المهداوي وكل العشاق ديالو وكل المتابعين ديالو.